السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونات الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم السبت 19/8/2023. قبل ما أبلش في الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. في عنا اليوم السبت يعني مباريات كتيرة جدا، راح نحاول نختار يعني حوالي 10 مباريات، لكن انت تدخل بشكل فرد، بتختار من هذه المباريات وبتدخل بشكل فرد. يعني احنا بنحاول نختار يعني افضل 10 مباريات ونحاول نعطي عليها يعني افضل النصائح، لكن في النهاية انت غير مجبور على دخول التوقعات اللي احنا بننشرها. فخلونا نبلش. عنا في الدوري الانجليزي الممتاز راح نختار مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، مجموع اكثر من 2.5، ممكن اللي يعني اللي هو الفريقين سيسجل. نيجي ايضا لبطولة التشامبيون شيب، بريستول سيتي وبرمنغهام سيتي، مجموع اكثر من 2. ايضا بطولة الانجليزي اللي هي الدور الاول اللي هو الدرجة الثالثة، يعني نجي لهذه المباراة مجموع اكثر من 2. وايضا الدور 2 اللي هو يعني الدرجة الرابعة مجموع اكثر من 2 لهذه المباراة. نيجي للدوري الألماني، في عنا باير ليفركوزن ولايبزيج، مجموع أكثر من 2.5. يعني فورتونا دورستروف وبادربورن أيضا مجموع أكثر من 2.5. التوقعات هذه أنت بتدخل عليها يعني بشكل فردي، ممكن تختار. يعني احنا بننشر اليوم في مباريات كثير، فبننشر يعني من 10 ل 12 مباراة، وفي في نهاية الفيديو يعني راح ننشر مباراة راح تبدأ يعني خلال 2 أو 3، يعني في يعني حتبدأ أول مباراة يعني خلال منتصف الليل. في عندنا مباراة أيضا لريال مدريد والميريا، مجموع أكثر من 2.5. في عنا ايضا في الدوري الهولندي ايضا هذه المباراة مجموع اكثر من 2.5. في عنا ايضا الدوري البلجيكي ايضا مجموع اكثر من 2.5. طبعا انا بحب يعني في غالب خاصة على اليوتيوب اللي هو النظام يعني الاهداف اغلب المباريات. نيجي عنا في ايضا اليابان الدوري الممتاز، في عنا مباراة فيصل كوبي اللي هي هذه المباراة مجموع اكثر من 2، ممكن اكثر من 2.5، لكن انا راح اختار اكثر من مجموع اكثر من 2. وفي اليابان دور الدرجة الثانية في عندنا هذه المباراة ايضا مجموع اكثر من 2. الان في اخر حاجة اللي هي المباراة اللي حتبدأ خلال تقريبا 2 أو 3، هي مباراة في الدوري البوليفي، يعني خلال أقل من 3 ساعات راح تبدأ، اللي هو مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. يعني بكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. في النهاية أنت غير مجبور على دخول التوقعات اللي إحنا بننشرها، هذا مجال يعني بيعتمد بنسبة كبيرة على الحظ.
هي في يعني في تحليل وفي توقعات وفي مثلا دراسة مباريات، لكن أيضا يعني في عندك النصر اليوم، يعني أنا بقول لك 99% من الناس اللي بتشارك في هذا المجال اللي هي رمت على فوز النصر. النصر ما سجلش حتى هدف واحد، انتهت المباراة لصالح التعاون ب2-0 والنصر انغلب على أرضه. فأنت بتعرفش إيش في مفاجآت راح تصير على أرضية الميدان، مفاجآت هذه يعني بتصير في كتير من المباريات. تلاقي اللعيب بخندزوا في اللعب، بيلعبوش منيح، مش الفورمة تاعتهم. فبرضو أنت عندك نادي النصر في نجوم كتير وفي ضغط جماهيري كبير. نادي النصر عمروش كان يعني في عنده جماهير وضغط جماهيري بهذا الشكل، لأن يعني ملايين الناس بتتابع اللي هو الدوري السعودي. زمان مين كان يعرف الدوري السعودي غير السعودية، ويعني وقليل كمان، يعني كنا نتفرج ما كانش في جماهير. المهم ما علينا، هاي التوقعات مباريات يوم السبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن يعني انت حاول يعني اضرب واهرب في هذه اللعبة، ويعني لا تكون مدمن على الألعاب. أنا ما وضعت، يعني أضع في هذه الجولة، حتكون آخر جولة، خلونا نشوف لوين راح تصل. يعني انت زي ما انتو شايفين، وكتير مرات يعني بتلاقيها بتصل لإكسات كتير، X3 X4، لكن انت ما تطمع في هذه اللعبة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وايضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. الرابعة مكسب. هاي الأولى وهاي التانية. الخامسة مكسب، يعني 3 مكسب و2 خسارة في اللي هو لما نصل للمربع الثاني. نيجي الآن بدنا نصل للمربع الثالث. هاي الأولى، هاي التانية، وهاي التالتة. هاي أول واحدة مكسب. نيجي هاي الأولى، هاي الثانية.